نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. العودة مرة أخرى للحديث عن قمة هذه الجولة. الهلال في مباراة الليلة يلعب على غير العادة في الأيام الأخيرة، عنده حافز كبير جدا دائما للصدارة، لكن هذه المباراة هي مباراة بالنسبة له للتاريخ، أنه لا يخسر من أمام الاتحاد. هذا شيء مهم بالنسبة للهلاليين. القوة الزرقاء تبحث عن عرض فني يليق بالهلال، فإن فات الدوري كرة واصلة لياسر إلى إيجالو، إيجالو في المحل، الاتحاديين يبحثون عن فرصة الهدف الرأسية، لكن الكرة إلى خارج أرضيات الملعب، إلى ركلة مرمى، عدت الكرة فوق عارضة عبد الله المعيوف، الرأسية من حجازي إلى خط الاتحاد، إلى فرصة، إلى عبد الرزاق، إلى تسديدة. يسجل هدف اتحادي اول، النمر منطلق تلبية لنداء البطولة. الاتحاد الليلة يلعب المباراة وكأن الريكي، الريكي يلعب عرضية الى روما، هذه المرة المعيوف له قرار امام الاتحاديين، تصدى لكرة روما. الاتحاد من بعد الخسارة، بل عبد الله المالكي، كرة الى روما، كرة الى روما، الى وقوع، الى قرار بمخالفة، ركلة حرة مباشرة وبطاقة صفراء. الاتحاد يبحث عن نهاية العمور، كورنادو يستعد، كورنادو ارسل كرة المعيوف تمكن منها، الكرة الى رومارينيو، روما 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 روما، ما زال يحافظ. اخرى للاتحاد الى روما، روما مع كرة من الجهة اليمين، عرضي، الله، لقطة حلوة كانت من عبد الرزاق، إلى ماريجا، إلى مصعب، إلى ماريجا، إلى التصدي من جروهي، ما زالت الكرة خطرة عند فييتو، أنقذها دفاع الاتحاد، إنريكي أبعدها، بلاهي إلى كاريو، كاريو بيرسيتو أرسلها في الجهات اليمنى، اللقطة العرضية والرأسية لكنها إلى خارج أرضيات الملعب. حتى الآن الهلال لا يجد العنوان الذي يوصل إلى مرمى الاتحاد، والتسع تعادلات، الكرة تلعب من فييتو، العرضية هنا عبد الرزاق، التمريرة من حمد الله، الله، جول، خلاص 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 خلاص، الاتحاد يلبي نداء البطولة، النمور تلبي نداء البطولة، الاتحاد مرة أخرى يزور شباك الهلال، ينهي على القمة في النصف ساعة. في الجهة اليمنى كاريو أرسل كرة عرضية، يبحث الاتحاد عن الثالث ويصل للثالث، عود بامسعود إلى رومارينيو، روما، أوهو حميد، ثم إلى ماريجا، العرضية من ماريجا مرت من أحمد حجازي ليعمل على حجب المرمى على المهاجمين، يمر الكرة لكاريو، كاريو يلعب كرة عرضية ملعوبة على الجهة اليمين، مصعب الجوير بعرضية، الله، شوف الإعادة مرة أخرى، هذه الإعادة بالبطيء، اللقطة اللي تصدى لها جروهي لكرة مصعب الجوير، إعادة في أكثر من زاوية، هل تجاوزت الكرة خط المرمى؟ إلى أن جروهي لم يتمكن من كرة مصعب الجوير، كانت أصعب من جروهي. شاهدين عبر قنوات السي سي، فييتو، فييتو يحصد الإذن، والكرة، الهلال كان قريب من رسم سيناريو مفاجئ في أمام الاتحادين، القائم كان لك الركنية الهلالية، اللعبات في منطقة الجزاء لبعاد من حال، لكنه لم نتأكد حتى الآن من غادر بالنسبة للهلال. إذا كاريو من ترك شوط أمريكي، يمر الكرة في الأمام، عبد الرزاق، عبد على كرته، يلعب لإنريكي إلى روما، الرأسية من روما، مبعد الكرة، اللقطة كانت قريبة من حكم المباراة اللي طالب بالاستمرارية، واصل الكرة الاتحاد، دائما الاتحاد يحب البدايات في المباراة، الكرة فيها صافرة ومخالفة، ركلة حرة من الجهة اليمنى، عد القاطرة، عد القاطرة، لعب مصعب، هناك مصعب، ومصعب من مسافة أرسل ما بتمريرة في الخلف،
عادت الكرة لصالح الاتحاد بتسديدة، لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. الحكم يوقف اللعب. إلي بن كثير في مباراة الليلة، ثم كرة تمرر باتجاه كورنادو. كورنادو في اليسار، ملعوبة عرضية، إيجالو، لقطة في النهاية فيها صافرة وفيها مخالفة لمارسيلو جروهي على إيجالو. تدخل على قدم مارسيلو جروهي إيجالو بهذه اللقطة، لذا في الجهات اليمنى، أو إيجالو لعب كرة من الجهات اليمين، اليمنى سعود يلعب كرة لإيجالو إلى ماريجا، وماريجا جاءت في المكان اللي فضله، لكن حجازي. الشوط الثاني من المباراة، كل يشجع فريقه. ميشيل، 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 الله يا هو انقاذ، الله يا هو انقاذ، شراحيلي أصعب انقاذ في الموسم، شراحيلي انقاذ الفنية بالنسبة لإيميليانو. ميشيل عدى من أكثر من لاعب، لعب كرة لكنها إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة ركنية، دائما يصنع الفارق. روما وصل إلى منطقة الجزاء، روما وكوستا لرومارينيو، روما 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 روما، تعود أن يرسلها بهذه الطريقة إلى الشباك، لكن هذه المرة لم تصل كما أرادها روما. ولا للهلال إلى ميشيل، وتسديدة لخارج أرضية الملعب، ميشيل ديلغادو إلى ركلة مرمى. راغب في العودة لللقب، عند كرة إلى عبد الرزاق، إلى تسديدة من عبد الرزاق بعيدة عن المرمى، إلى رومارينيو، ثم المحاولة من كنو، كنو أرى لياسر الشهراني، شهراني إلى إيجالو، مرت الكرة بعد ما تجاوزت الخط الأخير. إذا نعم، هدف للهلال، الهلال يتعادل في المباراة. نعم، الهلال إن خسر المنافسة على اللقب لا يخسر من أمام المتنافسين على اللقب. الطريق إلى الدوري يقف عند الهلال. الطريق الاتحاد إلى فرصة، إلى عبد الرزاق، إلى تسديدة، يسجل هدف اتحادي أول. النمر منطلق تلبية لنداء البطولة، الاتحاد العرضية، هنا عبد الرزاق، التمريرة من حمد الله، الله، جول، خلاص 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 خلاص، الاتحاد يلبي نداء البطولة، النمور تلبي نداء البطولة. من الكرة لكاريو، كاريو يلعب كرة عرضية ملعوبة على الجهات اليمين، مصعب الجوير بعرضية، الله، شوف الإعادة مرة أخرى، هذه الإعادة بالبطيء، اللقطة اللي تصدى لها جروهي لكرة مصعب الجوير، إعادة في أكثر من زاوية. هل تجاوزت الكرة خط المرمى؟ إلى أن جروهي بعد ما تجاوزت الخط الأخير. إذا نعم، هدف للهلال، الهلال يتعادل في المباراة. نعم، الهلال إن خسر المنافسة على اللقب لا يخسر من أمام المتنافسين على اللقب. الطريق إلى الدوري يقف عند الهلال. الطريق